السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة بإذن الله التطبيق بتاعنا هيكون على السلايد تاجل الموجودة في مكتبة الجيكوري، وهنشوف إزاي يعني إن إحنا ممكن نطبقها ونوظفها عندنا في صفحات الويب عندنا. فهنبدأ ملف ممكن نسميه سلايد تاجل منيو، ونعمل سيف، نعمل سيف نسميها سلايد تاجل دوت اتش تي ام ال يو تي اف داش 8 سيف، وهنبدأ. انا عايز اعمل ان انا يعني هتخيل ان انا عندي ملف وعايز اعرضه لليوزر انه يعني يحمل الملف ده، فانا بيكون عندي الاسم بتاع الملف وبيكون عندي وصف وبيكون عندي يعني مثلا لو هو برنامج السيستم ريكوايرد الحاجات المطلوبة يعني عشان البرنامج ده يشتغل. فتعالوا نتخيل ان احنا عندنا div id وليكن ال id ده اسمه content 1، وهنا هيكون الفايل نيم، مش لازم ننزل على اساس الدنيا ما تتمليش يعني، خلونا كده تمام. الفايل نيم تحت منه هيكون كلاس وليكن اسمه تكست 1، وهنا اي اسم ملف وليكن الملف اللي احنا شغالين عليه ده البرنامج ده عذرا رابط بي اتش بي دوت اي اكس اي، خلونا نحدد انه 2016 يعني اي اسم ملف كده بالشكل ده كأنك بتعرضه يعني لو انت بتعرضه لليوزر انه هيحمله. وبعد كده div id content 2، وهنا هيكون مثلا الديسكريبشن بتاع الملف ده، و div class text تو بالشكل ده، وهنا اي ديسكريبشن للملف او البرنامج ده ان اميزنج تول مثلا ان اميزنج، فور اديتنج ان كودينج تمام بالشكل ده. وممكن تاخد سطر وتكمل او انت عندك ديسكريبشن تاني اي وصف يعني بالشكل ده تمام. وبعد كده div id تاني content 3، هنا هيكون مثلا السيستم required علشان البرنامج ده يشتغل، div class text dash 3 برضو، وهنا ممكن نكتب له ده عايز ويندوز 7 مثلا and 8 and 10 تمام بالشكل ده. تعالوا نشوف الدنيا بقت ماشية ازاي. تمام، هنا عندك الفايل نيم، ادي الفايل نيم description وقال السيستم ريكوايرد. الفكرة ان انا عايز اخلي الفايل نيم الكلام ده يختفي، اللي هو بحيث ان مثلا اليوزر ده فاهم هو داخل يحمل ايه، فهو مش عايز يشوف كل التفاصيل دي، هو بس عايز يشوف من تحت خالص كده. نحط له كده div class download، وهنا href هنا هيكون الداونلود لينك تمام، وهنا ممكن اكتب له داونلود نعم بالشكل ده، بحيث ان اليوزر يعني مش عايز كل الكلام ده، هو عايز بس داونلود نعم ليه. فانا هروح اعمل ملف سي اس اس، احفظه باسم ستايل دوت سي اس اس تمام. نستدعي الملف style.css
في الأول خالص خلونا نشيل أي تباعد، تمام. وأنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أشيل الكلاسات دي ما تظهرش معايا، يعني ما تكونش ظاهرة، التكست 1 والتكست 2 والتكست 3 وكل ده ما يكونش ظاهر. فالتكست 1 و التكست 2 و التكست 3 كل ده هديله ان الديسبلاي يكون نم، ما يظهرش معايا، بحيث ان الدنيا تكون معاك بالشكل ده. ادي الفايل نيم، ديسكريبشن، سيستم ريكوايرد، ومفيش ايه، مفيش كل الكلام بتاع ده. طب ليه انا عملت كده؟ هنا بقى فايده السلايد تابل، عشان انا بعد كده عايز اديله اتاحه انه ممكن يعرض الفايل نيم، ممكن ما يعرضوش، لانه اصلا اكيد مش داخل الصفحه دي غير لما يكون عدى على كذا مثلا لينك، فهو فاهم هو داخل فين، وهو فاهم هو عايز يحمل ايه، وهو فاهم الديسكريبشن، وفاهم سيستم ريكوايرد، وفاهم كل الكلام ده. فانا بديله الاتاحه اذا كان عايز يشوف الكلام ده او مش عايز يشوف. هنشوف ازاي ان احنا نعمل كل الشغل ده. وتعالوا ندي هنا للاي دي، كل الاي دي ده يعني شويه سي اس اس كده، الكونتنت 1 وبرده الكونتنت 2 وبرده الكونتنت 3 بالشكل ده. هديله باك جراوند، ليكن الباك جراوند دي مع كلر مع بوردر، او خلوها بوردر راديوس مع بيدنج، تمام بالشكل ده. ادي الاي دي، الاي دي انا عايزه بالشكل ده، ونديله ميرج وليكن 5 بكسل، بحيث يبقى في تباعد ما بين كل واحده والتانيه اهو بالشكل ده، تمام. ونديله الكيرسور، الكيرسور يبقى بوينتر، بحيث ان انا لما اجي عليه بسهم الفارة يبقى معايا بالشكل ده، تمام. طيب كده ال CSS، يعني مش عايز CSS انا اكتر من كده. ندخل بقى على الشغل بتاع الفيديو ده اصلا، اللي هو مكتبة الجيكويري. نستدعي المكتبة، انا عندي المكتبة بره source، المكتبة اهي، تمام. و عندنا بعد كده السكريبت، نعمل ملف جديد، وده اللي هيكون الجيكويري بتاعتنا، نسميه ماي جيكويري، او خلوها ماي جيكويري بالشكل ده، دوت جي اس يو تي اف داش 8 سيف. وهنا هاجي استدعي الملف التاني ده اهو بالشكل ده، تمام. ندخل بقى على الجيكويري document dot ready، ومعانا function بالشكل ده. إيه انا بقى عايز اعمل ايه؟ انا عايز لما اجي اضغط على ال content ال id content 1 او 2 او 3 اللي يظهر ال display none بتاع التكست ده يتشال، وابتدي يتعرض معايا ال التكست 1 ده الكلاسات دي، تمام. فهبتدي اقول له اني لما اجي على الاي دي كونتنت داش 1، لما اجي عليه كلاك تحصل معايا او يحدث معايا الفانكشن دي، اللي هي ان الكلاس تكست داش 1 ده يتعمل له سلايد تاجل. ودي ميزة السلايد تاجل، وهنشوفها دلوقتي. يبقى انا قلت له ان لما اجي على الكونتنت 1 الاي دي كونتنت 1 كليك اعرض لي التكست 1 اللي هو اعمل سلايد تاجل للتكست 1. سلايد تاجل يعني اقدر ان انا اشيلها وارجعها مره تاني، نعمل ريفريش وادوس فايل نيم بالشكل ده، تعرض معايا التكست الظاهر من تحت ده. طيب تعالوا نعمل شوية سي اس اس للتكست الكلاسات دي، تمام بالشكل ده. نديلها باك جراوند وليكن الباك جراوند دي، وندي لها ميرجن من على الليفت
وليكن 30 بكسل، تمام، بس كده مش اكتر من كده يعني، بحيث تبقى معانا اهي بالشكل ده. ونبدلها بيدنج 10 بكسل بالشكل ده، بيدنج 10 بكسل، تمام، بالشكل ده. ممكن نغير الباك جراوند دي بحيث تبقى معانا اهي بالشكل ده، تمام. طيب دلوقتي دي الفايل نيم، لما بدوس فايل نيم بتظهر معايا كده، لما بدوس تاني بترجع تختفي اهو بالشكل ده. طيب الديسكريبشن لما بدوس ما بتتعرضش معايا حاجه، السيستم ريكوايرد لما بدوس برضه نفس الفكره. فاذا انا محتاج ان انا اكرر الكلام ده لكل اي دي وكل كلاس، لان كل اي دي وكل كلاس يختلف عن التاني، فانا محتاج ان انا اكرر. يعني اجي هنا اقول له ان لا، ان هنا لما ادوس على التاني يعرض لي التاني بالشكل ده، وهنا ان لا لما ادوس على التالت اعرض لي برضو ايه التالت بالشكل ده. سيف ديسكريبشن، تمام اهو، واد السيستم ريكوايرد. يا سلام بقى لو جيت انت هنا على ال HTML وحطيت كل الكلام ده في أظن في field في field set، تمام، كل الكلام ده كده خدته في field set، تمام، هتبقى معاك الدنيا بالشكل ده. نشيل بس ال margin وال padding على أساس تظهر معانا، تمام. ولو كمان كملنا وقلنا إن هنا في ليجن وفيها مثلا كلمة فايل ديتيلز، يعني أي كلام كده بحيث أهو تبقى معاك الدنيا ظهر كده. أنا بقى كيوزر فاهم اللي أنا داخل عليه ده، مش محتاج إن أنا مثلا أفتح الفايل نيم، أو لو فتحته عايز أقفله تاني عشان الصفحة، تمام، وأقدر من هنا على طول أهو أجي أعمل داونلود. يعني أنت تدي اليوزر بتاعك الإتاحة دي، وانه لو فتح وحب يشوف مثلا يقدر يقفل تاني اهو بالشكل ده. مش لازم انك تستخدم السلاي تاجل بالتوظيف ده، لا، ممكن تستخدمها في اي تطبيق تاني في اي مكان في صفحات عندك. يا رب تكون استفدتوا من الكلام ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.